تعال نشوف حاجة زي الأمر أو يعني منظر الترترة ده بيتعمل إزاي، اللي هو التحشين ده، اللي هو حاجة زي ده كده. طيب أنا هرسم على أي حاجة من غير أبعاد، وأنت بس إيه افهم الموضوع ماشي إزاي. لو أنا تخيلت إن أنا عندي حاجة بالقطر ده، واخدة الإكسترود ده، خلاص عايز أعمل عليها تحشين ترترة. انت عارف الترتره بتعمل ازاي على المحرطه اصلا، مش كده؟ بيحط القلم على، في قلم، قلم اسمه قلم ترتره، يبقى القلم نفس الهاردنس بتاعته عاليه قوي وفي اللي هي القمم والقاع دي، بتخش على الماتيريال تقعد تخبط فيها كده ايه، طيب تخشنها. يعني هنعملها ازاي؟ لو انا معايا مثلا نفس القصه، لو انا معايا مثلا الوش ده ورسمت عليه دايره، ورحت قلت له الدايره دي اقلبها لي ايه؟ هيليكس. بس المره دي انا عايز هيليكس طويل شويه، لان انا مش هيهمني منه، انا يهمني منه مثلا الخط ده بس، انت متخيل؟ وليكن هيليكس بالمنظر ده كده. خلاص؟ الهيليكس ده بدايته فين؟ اول حاجه لازم اروح اطمن 270 كويسه، خلاص؟ تعال نجيب بدايته بقى. لا مش هنجيب بدايته، احنا هنجيب الوش ده، الوش ده، ما هو القلم هيتحط كده صح؟ هنجيب الوش ده ونقول له انا عايز اعمل فيه سكتش فيو اورينتيشن نورمال تو، بس عايز السكتش بتاعي يبدا منين؟ يكون داخل فيه مين؟ النقطه دي. يعني وليكن السكتش بتاعي حاجه عامله كده كده، النقطه دخلت ولا ما دخلتش؟ شايفها؟ شايفها ولا لا؟ دخلت اهي. يعني لو انا دلوقتي رحت قلت له مين؟ اطلع من ده وخش لي على سويبت مين؟ سويبت كات. هو قرا البروفايل، هقول له ادي المسار، هيعمل ايه؟ بس كده، مفيش حاجه ثانيه. هخش انا بقى على البلان الثاني اللي هو ده، مش ده البلان اللي قدامه، واقول له ايه؟ في الميرور، هتشوف واقول له ميرور، هيقول لي ميرور لايه؟ هقول له ميرور للفيتشر دي، نقلها لي الناحيه الثانيه ولا لا؟ مرايه. اخش بقى دلوقتي اقول له مين؟ سيركولر ايه؟ باتر، سيركولر باتر. هيقول لي لمين السيركولر او حوالين الاول، هقول له حوالين الدايره دي، هيقول لي لمين، هو لقطهم، خدت بالك؟ هقعد اقول له بقى ايه، زود لي حبه حلوين كده. طبعا كل ما بزود كل ما انا بجهد الجهاز اساسا، يعني بص دي كتير قوي بالنسبه له مثلا، خلينا نخليها حاجه كده ايه، due to geometric condition. اصل انا مش مديله ابعاد، مش معرفه حاجه، فهم ممكن يكونوا بيخشوا في بعض وهو مش، وانا مش واخد بالي. خلاص هي الفكره في ايه؟ في الطريقه دي يعني. هو يقعد يرخم عليا كده عشان انا اصلا ما قلتلوش ابعاد من الاول. فبص هو دلوقتي مثلا الاثنين دول داخلين في بعض، انت كده هتخليني ما اعملش حاجه خالص يا عم. الا هي كان في خيار اسمه جيومتري باتر، انا ما كنتش عامل سيليكشن عليه، اللي هو الجيومتري باتر ده. خلاص ممكن بقى ازود دلوقتي حبه حلوين كده. ويمكن انا زودت شويه بصراحه، هو بيخش في الماتيريال قوي كده يعني، ما تبقاش حاجه كبيره قوي كده يعني.